نتابع أخبارنا مع قضية جديدة أعادت للأذهان ما عرف حينها بوحش حولي في الكويت الذي اغتصب عشرات الأطفال، حيث تم الكشف مؤخرا عن وحش جديد أطلق عليه لقب وحش خيطان، اعتقل على ذمة التحقيق واغتصب العشرات واعترف بارتكابه الجريمة. فهل هو وحش وسفاح بالفعل أم أنه بريء مما نسب إليه؟ التفاصيل في هذا التقرير. وحش خيطان، قضية قتل شغلت الرأي العام الكويتي، المتهم فيها بريء والمقتولة على قيد الحياة. قبل الدعوة هذه باعتبار أنه واضح للجميع من اطلع على القضية هذا أن المتهم يعني فيها بريء، لعدم وجود جثة، لعدم وجود أي شيء يثبت أو يدل على أنه مرتكب هذا الجريمة. 4 يوم بعد يسمى الناس من جريدة يقول هذا في مشكلة، نقول أنا ما يعرف، بعد انتصر من حارس يقول والله أنا هم يسمى الناس ويجي بجريدة هذا النحاش ما أدري وين راح. بعد كم يوم بعد اسمه من جريدة هذا في قتل ما أدري شنو في قتل ما قتل. المتهم في هذه الاعترافات في هذه القضية بالذات الرأي العام صار فيها نوع من التقصير وصار فيها نوع من تجني على المتهم، لذلك لابد أن ما نسميه هو قتيل. وهذا يعني أنا ما نعرف شنو التعابير هذه أو كل المقولات اللي يقول وحش وقاتل ومغتصب وعنده عادات سيئة وملابس داخلية. الحين يقولون مو جريمة وما ما درينا إحنا من شنه الصج وشنه الكذب. شهدت الكويت على مدى شهرين جريمة قتل اتهم فيها المصري علاء بقتل الباكستانية مريم، وتعرض من خلال هذه التهمة إلى الضرب والتعذيب والتشهير، إلى أن اكتشف رجال الأمن بعد شهرين من البحث والتحري بأن مريم كانت هاربة من المنزل وتسكن مع عشيقها بعيدا عن الأنظار. لما تطلع للباكستانية ويطلع أبوها المزور ولا يطلع أبوها مو أبوها وعمها مو عمها، هذا كله إحنا نرميه في مسرح المباحث صرفون فيه. من بداية ما ظهرت هذه القضية على الساحة يعني تحريات المواطن العادي أو الشخص العادي كانت يعني توصلت أن أسرع إلى تحريات المباحث. يعني كل ما تسأل أي شخص بالشارع بيقولك تصدق هذا بريء. لإلقاء الضوء على هذه القضية نستضيف من استديوهاتنا من الكويت المحامي رياض الصانع. أهلا وسهلا بك أستاذ رياض. يعني شو اللي صاير في الكويت بالضبط؟ حكي الصحافة ولا من جد ولا في اعترافات وفي انقسام حول الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء أشكر قناة روتانا على هذه الاستضافة. الشكر لك يا سيدي. أهلا وسهلا. وأنا سعيد الحقيقة على مشاركتي معاكم، وبحكم مجال عملنا يعني أحب أن أوضح بعض الأمور اللي يمكن تغيب عن أذهان كثير من السادة المشاهدين، خصوصا في تتبع جرائم غالبا تكون من الخطورة الإجرامية والدقة في التنفيذ، مما تحدث نوع من الزوبعة والهلع والولع في معرفة مرتكبها وظروف ما حدثت، وغالبا المجني عليهم فيها يكونون يعني ضحايا يرتكب عليهم جرم بشع ومتكرر. الحقيقة أنا تابعت التقرير اللي وضعته مشكورين بخصوص قضية الباكستانية، والموضوع هنا قياس مع الفارق. بالنسبة إلى موضوع وحش حولي أو ما سمي بوحش حولي فهو مختلف تماما عن موضوع الجريمة اللي ما سمي بوحش خيطان. وحش خيطان شخص اتهم
في واقعة واحدة اللي هي موضوع البنت الباكستانية اللي هي تخفت من أهلها وكانت مع عشيقها واعترف بتحت ظرف معين وبعدين تبين عدم مصداقية الاعتراف. بالنسبة إلى موضوع وحش حولي هذا موضوع مختلف تماما مستقل تماما، هذا ينبئ عن وجود شخص لديه قوة جسمانية باعتباره قدم إلى الكويت بنية العمل وعمل في معهد صحي كمدرب، ولكن كان يحمل في نفسه نوع من الميول الجنسي أو التلذذ في عمل جنسي مرتبط بجريمة، وهو ما يسمى في بعض الساعات في علم الإجرام التعدي على الأطفال أو الغلمانية. فهذا الشخص يعني ومثل هالأشخاص اللي هم عندهم نوع من الميول الإجرامي والحنكة في تنفيذ الجريمة غالبا ما يكونون هم من الأشخاص الأذكياء والشرسين والذين يعني يصعب عملية التنبؤ أو كشفهم في ارتكاب الجريمة، وهذا اللي خلى وحش حولي يستطيع أن يعتدي على 17 حدف أو 17 طفل، هذا اللي وصلوا إلى مسامع السلطة بدون ما أن يتم عليه القبض إلا يعني بمحض المصادفة بالفترة الأخيرة نظرا لما عمل من ضجة وصورة متكررة لطريقة ارتكاب الجرم. فوحش حولي شخص خطر ارتكب جرائم بشعة لها آثار عميقة وخطيرة على المجتمع، وخصوصا ان ضحاياه كلهم من الأطفال او من يعني وكان يعني عنده ميول يعني للأطفال الصبية اكثر من الإناث. نعم فطبعا اللي عمله